انا دلوقتي عايز اعمل مشروع ان انا اربط الاوراكل اكسبريس بالنيت بينز. طيب انا دلوقتي دي نفترض ان دي داتابيز خلاص اعمل لها اي ار ار اس اونلاين اكزام مثلا حاجه كده على الامتحانات الالكترونيه حاجه بس بجرب عليها. عندي مثلا جدول ستودنت خلاص وجدول الاكزام ان الطالب يقدر يمتحن اكتر من امتحان والامتحان يقدر يدخل فيه اكتر من طالب. وعندي التاريخ ده بسجل على العلاقه تاريخ الامتحان او تاريخ الحجز في الامتحان والدرجه اللي هو خدها الطالب في الامتحان. وطبعا الطالب بيتبع فرقه معينه مثلا اولى نظم ثانيه نظم ثالثه نظم يعني بيتبع فرقه معينه هو تبعها. فطبعا دي الاكاديميكيه اللي هي الفرقه اللي تبعها الطالب. بدل ما اكتب هنا اسم الفرقه بكتبها في جدول تكويد وان انا اقول مثلا الفرقه رقم واحد دي اولى نظم الفرقه مثلا رقم اربعه رابعه نظم. طيب دي كانت الجداول بتاعتي عملتها من اي ار لار اس خلاص العلاقه 1 تو ميني ال1 بيروح للميني يعني الاكاديميك يير تروح على مفتاح خارجي عند الاستودنت. طيب جدول الاكزام وجدول الطالب بينهم ميني تو ميني. اعمل جدول وسيط جدول وسيط ان انا اخد المفتاح الرئيسي بتاع جدول الاستودنت وجدول الاكزام مع بعض مفتاح رئيسي الجدول الوسيط وبعدين الحقول على العلاقه انزلها هنا في جدول الوسيط. طيب ده كده مثال بسيط للاي ار. انا المشكله ان انا او الفكره ان انا عايز ان انا اعمل بقى الكلام ده على اوراكل اكسبريس. طيب هفتح اوراكل اكسبريس افتح كده ستارت اكتب بس كلمه هوم هاس جو تو داتابيز هوم بيج. انا عايز دي اللي هي جو تو داتابيز هوم بيج هيفتح لي اوراكل اكسبريس. ده طبعا العنوان بتاعه اللي هو البورت بتاعه 127.0.0.1.8080. طيب اول ما بدخل على البرنامج بدخل باليوزر نيم اللي هو سيستم ما بيبقاش عندي اليوزر نيم الا سيستم بس يوزر نيم سيستم خلاص. الباسورد بتاعه ايه سميه زي ما انت الباسورد زي ما انت ما بتكون عامله اثناء التسطيب. انا في التسطيب مثلا كنت عامله اي بي سي يبقى انا هكتب دلوقتي اي بي سي. يبقى وانت بتسطب الاوراكل بيقول لك عايز الباسورد ايه فتقول له مثلا كذا هعمله اي بي سي زي ما انا عامل. طيب هدخل دلوقتي على سيستم هيعمل لي لوجن دلوقتي متصل باليوزر اللي اسمه سيستم. انا عايز اعمل يوزر خاص بالمشروع بتاعي يعني عايز اعمل داتابيز. طبعا اليوزر ده يعتبر داتابيز عايز اعمل داتابيز خاصه بالمشروع بتاعي. انا ممكن ادخل على اس كيو ال واكتب امر انشاء اليوزر اللي هو كريت يوزر ايدنتيفايد باي الباسورد وجرانت جي بي اي والكلام ده كله. طب انا هشتغل بطريقه اسهل من كده ان انا من غير ما اكتب اكواد او اعمل يوزر واعمل جداول واعمل كل حاجه بطريقه سهله جدا. انا دلوقتي عايز اعمل يوزر جديد عايز اعمل يوزر باسم المشروع بتاعي. ادخل على ادمنستريشن وبداتا بيز يوزرز وبعدين طبعا دي اسامي اليوزر اللي معمول عندي قبل كده. انا عايز اعمل كريت واعمل يوزر جديد. طيب انا عايز دلوقتي اعمل يوزر اسمه ايه؟ انا عايز اسمي اليوزر بتاعي مثلا باسم المشروع بتاعي يعني مثلا ستودنت اكزام زي ما انت عايز. سميه مثلا يعني حسب المشروع انت حسب الحاجه انت بتعملها للمشروع سميه مثلا ستودنت اكزام اكزام زي مثلا خلاص سميه زي ما انت عايز. طيب الباسورد بتاعه حط لي باسورد مثلا اي بي سي. اكتب الباسورد مره ثانيه اي بي سي. بقيه الحاجات ماليش دعوه بيها يعني بيقول لي مثلا الباسورد ده يتغير بعد كده لا خليه زي ما هو اللي هو ينتهي يعني واغيره لا اخلي الاكونت بتاعي لوك خليه زي ما هو انلوك يعني ما طلعش حاجه ثانيه يبقى مجرد بس ان انا كتبت اسم اليوزر وبعدين الباسورد بتاعه. طيب هنا يا جماعه صلاحيات ان هو يقدر مثلا يعمل جداول يعمل فيو يعمل مش عارف ايه. انا بعمل صلاحيه دي بي اي ان انا يبقى شامل كل الصلاحيات يعني حتى اللي انت بتعملها في الاكواد جرانت دي بي اي واسم اليوزر. هنا بعمل دي بي اي ان هو يبقى ده دي بي اي للداتابيز ان هو يقدر يعمل كل حاجه فيها. طيب يبقى انا كده عملت يوزر اسمه ستودنت اكزامز والباسورد بتاعه اي بي سي. عايز بعد كده ادخل باليوزر ده واشتغل عليه. طيب هعمل كرييت خلاص قال لي يوزر كرييت يبقى انا كده كرييت اليوزر الجديد اللي اسمه ستودنت اكزامز. سميه طبعا زي ما انت عايز ممكن تسميه اسم بسيط عن كده. طيب انا دلوقتي متصل بسيستم انا عايز اعمل لوج اوت وادخل باليوزر اللي هو اسمه ستودنت اكزامز. اعمل لوج اوت واعمل لوجن بس المره دي هكتب اليوزر نيم بتاعي اللي هو اليوزر اللي انا انشاته والباسورد اي بي سي زي ما انا عملت في الانشاء بتاع الباسورد. اعمل لوجن كده اصبح اليوزر اللي طبعا بيقول لي عايز تحفظ اقول له ماشي. اصبح اليوزر المتصل عندي ستودنت اكزامز. طيب ده كده انشاء يوزر يبقى انا كده انشات يوزر من غير ما اعمل جمله كريت يوزر ايدنتيفايد باي الباسورد. طب عايز بقى جوه اليوزر ده ابتدي اعمل جداول عايز ابدا ادخل اعمل جداول. ممكن تدخل على اس كيو ال وتعمل كريت تيبل واسم الجدول وشغل الكرياته او ممكن تعملها بطريقه ويزارد زي اللي هعملها دلوقتي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل جداول هعمل على الاقل جدولين بينهم علاقه 1 تو ميني عشان اوريك ان انت ازاي تعمل جداول على البرنامج ده. اوبجكت براوز يبقى انا دلوقتي عشان اعمل جدول هدخل على اوبجكت براوز بعدين اختار كرييت وبعدين اختار تيبل.
او ممكن استعمل تدوس عليه وتختار التيبل على طول، يعني اي ايا كانت الطريقه خلاص كرييت تيبل. هنا انشاء جدول جديد. طيب انا عايز يا جماعه اعمل جدول جداول بتاعتي دي الاي ار خلاص. طبعا انا بنشئ جداول ار اس، بمسك الار اس كده وامشي جدول جدول. عندي في الار اس 10 جداول، يبقى ال 10 جداول يبقى ليهم جداول في الاوراكل اكسبريس. طيب انا هبدا بالجداول اللي فيها مفاتيح رئيسيه، يعني الجدول ده فيه مفتاح رئيسي ما فيهوش خارجي مثلا. ممكن نعمل ده وبعد كده نعمل بعديه ده ان هو ده يرتبط بالمفتاح الرئيسي اللي هنا. طب هبدا باكاديميك يير. طيب نكتب اول جدول معانا اكاديميك يير. هكتب هنا اسم الجدول. خلي بالك لما اجي اعمل اسم جدول ما ينفعش احط فيه مسافات، يعني يا اما تعمل الكلمه كلها على بعضها يا اما تحط اندر سكور بينها. انا بحب مثلا اكتب اكاديميك واجي على كلمه يير اعمل الواي كابيتال، فيبان كده ان الكلمه دي كلمه ودي كلمه اكاديميك يير. طبعا الخطوط الحمراء دي من جوجل كروم، دي معناها ان جوجل كروم مش هتعرف على الكلمه دي على بعضها. طبعا دي يعني دي ما بتفرقش في حاجه. لو انا عايز اشيل الخط الاحمر ده بعمل كده اضافه للقاموس. طيب ده كده اسم الجدول اكاديميك يير. عايز اقول الحقول بتاعته خلاص، يبقى انا كده بعمل اسم الجدول الحقول بتاعته. ممكن احط اندر سكور كده ماشي، لكن ممنوع تعملها كده، ممنوع تعملها مسافات كده، كده غلط، كده هيديك ايرور بعد كده. طيب انا عندي الحقول بتاعتي الاي دي والنيم، كود الفرقه الدراسيه والاسم بتاعها، يعني مثلا الكود بتاعها واحد، الفرقه مثلا اولى نظم، اثنين ثانيه نظم. طيب اكبر الشاشه كده. يبقى انا عندي اول حاجه الاي دي. اي دي خلاص اكاديميك يير اي دي واكاديميك يير نيم. طيب عايز اعمل ايه؟ عايز ابتدي اقول له نوع البيان. هنا نوع البيان بتاعي ايه؟ كود الفرقه الدراسيه ممكن اعتبره انت، ممكن اعتبره طبعا انت اللي هو رقم يعني، وممكن اعتبره نص. انا مش بعمل عليه عمليه حسابيه، يعني كود الفرقه ده مش بعمل عليه عمليه حسابيه، فممكن ان انا اعتبره نص بار تشار، ممكن اعتبره نمبر لو انا مثلا عايز كل مره اولد رقم جديد، يعني مثلا اخر واحد 2 يبقى اللي بعديه 3 اللي بعديه 4، ده لو انا عايز اعملها نمبر. انا ممكن اعتبر ان الاكاديمي كتير بيسجل مره واحده وما بغيرش فيه بعد كده، فممكن اخليه فاريد شار. طيب فاريد شار يا جماعه ده عباره عن نص بياخد عدد معين من الحروف خلاص. النص ده عدد معين من الحروف. كود الفرقه هقول له مثلا 1 اولى نظم، 2 ثانيه نظم، مثلا 4 رابعه نظم، 5 اولى تجاره. يعني الفرق اللي عندي كلها مثلا 8 فرق، 8 فرق يبقى انا محتاج ديجيت واحده بس، فانا واحده. يبقى انا عايز خانه واحده بس اسجل فيها كود الفرقه. اسم الفرقه عندي يا جماعه حاجه اسمها فارت شار 2 وحاجه اسمها تشار. ايه الفرق بين الفارت شار 2 والتشار؟ الفرق بين الفارت شار 2 والتشار؟ الفارت شار 2 يا جماعه ان انا لو حبست لها مثلا 10 خانات وسجلت خمسه يعتبر في الذاكره كان الخمسه هم بس محفوظين في السجل ده، يعني يبقى باخد في الذاكره مساحه اقل. لكن التشار لو انا عرفت 10 وجيت دخلت خمسه هيتعوض في الذاكره 10 كاملين، كان ال 10 كامله. انا بفضل ان انا استخدم مع الحاجات اللي عندي كلها فارت شار 2، يعني اسم فرقه كده. لكن بالنسبه لكود الفرقه الدراسيه ده خانه واحده ممكن اعملها تشار عادي. يبقى الاكواد يا جماعه لو انا عملتها نصوص ممكن اعملها تشار، اما الاسامي الحاجات مثلا اسم الطالب اسم الفرقه كده خليها فارت شار 2. على كام خانه؟ اولى نظم، ثانيه نظم، رابعه نظم، يعني قول مثلا 15 خانه تاخد الاسم كويس جدا. يبقى انا كده عرفت اول حقل عندي الاكاديميك يير اي دي، ثاني حاجه الاكاديميك يير نيم، ده نوع تشار وده نوع فارد شار 2. طبعا فارد شار 2 دي في الاوريكل، لكن في السيكوال سيرفر بيبقى اسمها فارد شار بس. طيب هعمل نيكست. يبقى انا كده اول حاجه قلت اسم جدول كذا كله كذا. نيكست. هننقل على الخطوه اللي بعديها اللي هي اختار المفتاح الرئيسي، يعني انت عندك مجموعه خطوات بيشتغل عليها. ثاني خطوه في الانشاء مين المفتاح الرئيسي للجدول. طيب انا هختار اخر واحده، دلوقتي عايز اعمل مفتاح رئيسي، اختار اخر واحده. وبعدين هنا بيقول لي المفتاح الرئيسي بتاعك من كام حقل؟ انا عايز حقل واحد بس، يبقى البرايمري كي بتاعي خلاص اللي هو حقل الاكاديميك يير اي دي. البرايمري كي بتاع الجدول اكاديميك يير اي دي. لو انا عندي كومبوزيت كي، لو انا عندي مثلا جدول وسيط او كده او فيه مفتاحين بختار هنا المفتاح الثاني. انا عندي بس هو الحقل فيه مفتاح رئيسي واحد اللي هو الاكاديميك يير اي دي. خلاص اعمل نيكست. الخطوه دي يا جماعه لو انا عندي فورين كي، ده جدول اصلا فيه مفتاح رئيسي ما فيهوش فورين كي، يعني الجدول ده كده ما فيهوش فورين كي. لما نيجي نعمل ستودنت هقول لك ازاي اتعامل مع الخطوه دي. يبقى الخطوه دي مش هعمل فيها حاجه، هعملها نيكست هعديها لان الجدول ده ما فيهوش مفاتيح خارجيه. هعمل نيكست.
دي لو عايز تعمل كده تشيك او يونيك او الكلام ده كله مش مشكله معانا دلوقتي. يعني ان انا ازاي اعمل كده تشيك او يونيك، ان انا تشيك ان انا اختبر القيمه مثلا تكون داخله في قيم معينه، ويونيك ان انا امنع تكرار حاجه معينه. خلاص مش عايزين حاجه من هنا، نعمل فينيش. يبقى انا كده خلاص على اللي عامل صح، يبقى انا كده العمليه تمت معايا بنجاح. ادوس بقى كلمه كرييت، كل ده لسه قرر ما اتعملش، بس هو قال لي ان كل حاجه انت اتمتها تمام، اداك العلامه الخضراء دي. لو اداك علامه حمراء يبقى انت غلطت في حاجه. اقول له كرييت، يبقى انا كده انشات اول جدول عندي اللي هو الاكاديميك يير. طيب ده كده البناء الجدول، ان انا عندي الحقلين بتوعه شار خلاص، وده فاليد شار. عندي الداتا ان انا اقدر ادخل داتا في الجدول، ان انا اقدر اعمل انسيرت الداتا جوه الجدول. لو انا دخلت على اس كيو ال هلاقي جمله الكرييت اللي انا كنت هكتبها لانشاء الجدول اهي. لان انت لو كنت هتشتغل اوامر اس كيو ال كنت هتعمل كرييت تيبل اسم الجدول ونوع البيان وتعمل كونسترينت والبارامتر، يعني الكلام ده كله. لو انت هتشتغل باكواد اس كيو ال كنت هتعمل الكلام ده بايدك. خلاص يبقى الطريقه دي يا جماعه بتسهل عليك ان انت كده كانك عملت اكواد اس كيو ال، كده اختصر عليك ان انت تعمل اكواد اس كيو ال. طيب انا كده يا جماعه عملت اول جدول معايا. خلاص تعالوا نعمل جدول ثاني اللي هو جدول جدول ستودنت، عشان اربط المفتاح الرئيسي بالمفتاح الخارجي، ان انا يبقى عندي رابط بين المفتاح ده والمفتاح اللي انا عملته قبل كده، بحيث ان انا اربط الجدولين ببعض. طيب كده عملت اول جدول. خلاص انا المفروض طبعا لو انت عندك اي عدد من الجداول بتعمله في الاوراكل اكسبريس. طيب هدخل على الثاني اوبجكت براوز واعمل كرييت تيبل مره ثانيه. كرييت تيبل الجدول الثاني معايا جدول الستودنت. جدول الستودنت طيب عايز اعمل ايه هنا يا جماعه؟ عايز هنا خلاص اقول الحقول بتاعته. اول حاجه اس تي اي دي كود الطالب، ممكن نشوفها زي ما احنا كاتبينها في يعني فضل كده الاسامي تمشيها زي ما انت كاتبها في الار اس، بحيث انت تبقى عارف الاسم انت بتسميه ايه. خلاص اس تي اي دي واس تي يو نيم وجندر وايميل وفون. اس تي يو اي دي خلاص، اس تي يو نيم جندر اس تي يو ايميل اس تي يو فون اس في تاني. بس كده كده خدناهم كلهم. طيب بعد كده المفتاح الرئيسي بقى اللي هو الاكاديميك كير اي دي، ده مفتاح خارجي للجدول الثاني. يعني ده كان رئيسي، هنا مفتاح خارجي هيرتبط، ده هنعمله ربط بعد كده للمفتاح الرئيسي اللي هنا في الجدول الثاني. طيب نوع البيان خلاص، الاي دي بتاع الطالب ممكن اعتبره نمبر، ان انا كل ما اسجل طالب جديد ان انا ازود واحد. ممكن اعمله فرد شهر على اعتبار ان انا مش بعمل عمليه حسابيه، يعني عادي ممكن تعمله نمبر او فرد شهر مش مشكله. طيب كام خانه؟ كود الكارنيه بتاعك يبقى 7 خانات، كود الكارنيه بتاع الطالب يبقى 7 خانات. طيب اسم الطالب هخليه فارد شار، كم خانه؟ اسم الطالب ممكن 30. كده كده انا اقول فارد شار لو انا مسجل فيها اي عدد من الحروف بياخد الذاكره على قد ما انا مسجل. يعني لو انا عامل 30 بس حجزت مثلا 15 هيعتبر ان الطالب ده كده الذاكره بتاعته 15. طب الجندر يا جماعه حاطط فيه حرف الام ميل وحرف الاف فيميل، هخليه مثلا شار على خانه واحده. الايميل ممكن اخليه فارد شار على 30. الفون فاريت شار على 15. ليه 15؟ عشان الدولة. يعني انا ممكن لو قلت لو التليفونات بتاعت مصر كلها بتبقى 11 خانة، بس انا ممكن اعمل 15 وفاريت شار دولي، ان انا بحس ان انا مسجل رقم دولي عادي. طيب الاكاديميك يير اعمله نوعه ايه يا جماعة؟ لازم يكون نفس النوع بتاع الرئيسي. لو انت عملت نوع غير الرئيسي هيديك ايرور، مش هيبدأ يشتغل معاك والدنيا مش هتشتغل معاك، لازم ترجع تاني تشوف الرئيسي انت عامله ايه تعمله زيه. طب انا كنت عامله ايه؟ شار على واحد تقريبا، تقريبا كانت شار على واحد. خلاص لو ما قبلش يبقى احنا كنا عاملين حاجة غير كده. خلاص انا عملته تشار على واحد. يبقى انا كده اول خطوه ان انا عملت حجم الخلايا بتاعتي. نوت نال، يعني ايه نوت نال؟ يعني انا اجبر اليوزر ان هو يدخله. كلمه نوت نال يعني ما يكونش فارغ. خلاص نوت نال يعني انا اجبره انه يملاه. يعني انا لو عملت كده علامه الصح على نوت نال يبقى اجباري يدخل اسم الطالب. لو ما دخلش اسم الطالب يبقى يديني ايرور، لازم يدخل اجباري على اللي بيدخل بيانات ان هو يدخل اسم الطالب. والجندر مثلا ممكن اقول له الايميل مش مهم تدخله، والفون مش مهم تدخله، الاكاديميك كتير ممكن تسجل بعد كده.
خلاص. بالنسبه للاي دي كده كده اصلا هيبقى نوت نال عشان انا عامل مفتاح رئيسي، وحاليا لسه عامل مفتاح رئيسي. لما يتعمل مفتاح رئيسي كده كده ما ينفعش يكون فارغ، يبقى انا كده قلت له اجباري انك تدخل النيم وتدخل الجندر. طيب اعمل نيكست. الخطوه الثانيه المفتاح الرئيسي، بختار اخر واحده، بختار اخر واحده، وبعدين اقول له برايمري كي واختار الحقل بتاع ستودنت اي دي. يبقى انا كده المفتاح الرئيسي بتاع الجدول. لو انا عندي مفتاح رئيسي من حقلين بختار الحقل الثاني. طب اعمل نيكست. هنا عندي فيها حاجه جديده هشتغل عليها، المفتاح الخارجي. عايز اعمل مفتاح خارجي يا جماعه. ايه المفتاح الخارجي هنا؟ ان انا عايز اربط الاكاديميك يير في الجدول ده بالاكاديميك يير في الجدول ده. عايز اربط دي بدي، عايز اعمل ربط الاكاديميك يير هنا بالاكاديميك يير هنا. طيب حاجه هنا كده اختار الجدول اللي انا عايزه اللي هو اكاديميك يير، الحقل اللي انا عايزه اللي هو اكاديميك يير. هدوس على السهم ده ضفته هنا كده ان ده حقل كده هعمل عليه مفتاح، يعني ده كده المفتاح الخارجي، يعني انا بختار الحقل بتاع المفتاح الخارجي. طب ده اولا. ثانيا اجي هنا اختار الجدول اللي هيرتبط بيه، ادوس على السهم اللي فوق. انا عندي سهم اللي فوق وسهم اللي تحت، اولا هدوس على اللي فوق هيجيب لي اسامي الجداول اللي انا عاملها قبل كده. طبعا انا لسه القاعده بتاعتي فاضيه ومفيش الا جدول واحد اللي هو اسمه اكاديميك يير. هختار الجدول ده، يبقى انا دوست سهم اللي فوق اداني القايمه دي، اختار منها الجدول ده. طيب يبقى كده عندي جدول بتاع الاكاديميك يير خلاص اللي هو بتاع المفتاح الرئيسي اللي هو اللي فيه المفتاح الرئيسي. طب ادوس كده سهم لتحت هيقول لي دي الحقول اللي موجوده في جدول الاكاديميك يير، انا عايز اربط الاكاديميك يير اللي في جدول الاستودنت والاكاديميك يير اللي في جدول الاكاديميك يير. اعلم على الاكاديميك يير واعلم كده خلاص كده انا كده اخترت الحقل. كل ده انا بظبط الدنيا، كل ده لسه ما عملتش حاجه. ادوس على كلمه اد ما انساش خلاص، لو نسيت ادوس على كلمه اد ولا كاني عملت حاجه. بس قبل ما ادوس على كلمه اد دي معناها ايه؟ دي بيقول لي لما اجي اعمل ديليت خلاص كاسكيد، يعني يمسح الحاجه اللي ليها علاقه بيها. يعني مثلا انا مسجل مثلا الفرقه الدراسيه رقم اولى نظم، لو انا مسحت اولى نظم يمسح لي كل الطلبه اللي فيها، دي كاسكيد. سيت نال يعني انا كل الطلبه اللي مسجلين اولى نظم ان انا اخليهم نال، اخلي القيمه اللي عندهم نال ان قيمه الشعبه بتاعتهم تبقى فاضيه ما عندهمش قيمه شعبه. ديس الاو انه ما يعملش حاجه او يمنع المسح، يعني لما اجي امسح يقول لي ما ينفعش تمسح عشان في علاقه. كاسكيد معناها ان انا لما اجي امسح اولى نظم يقوم ماسح لي كل الطلبه اللي في اولى نظم، اجي امسح مثلا رابعه نظم يمسح لي كل الطلبه في رابعه نظم. سيت نال يبقى انا كل الطلبه اللي في رابعه نظم هيخليهم نال، يخلي القيمه عندهم قيمه الشعبه بتاعتهم او قيمه الفرقه الدراسيه فاضيه. طيب انا هخليها مثلا يمنع المسح، خليها على اول واحده الافتراضي ان هي ما ينفعش ان انا امسح حاجه. واعمل اد. اول ما اعمل اد كده اتعمل عندي كيد فورين كي اسمه ستودنت فورين كي خلاص، في رابط الاكاديميك يير اللي في جدول ستودنت بالاكاديميك يير اللي في جدول الاكاديميك يير خلاص. لازم تكون عامل دي، لو انت ما عملتش دي يبقى انت ولا كانك عملت حاجه. انا عملت اد اتسجلت عندي. علامه الاكس دي لو انا عايز امسح الكود ده، يعني انا عملت كود بس انا الكود ده عملته بالغلط، طب انا عايز امسحه وادوس على الاكس دي، لكن طبعا بتدوس عليها لو انت مش عايز تمسحها. طيب انا كده عملت مفتاح خارجي يربط الاكاديميك يير بالاكاديميك يير. نعمل نيكست. هننقل على الخطوه اللي بعديها، لو انا عايز اعمل شيك او يونيك انا مش محتاج اعمل شيك او يونيك، اعمل فينش خلاص. طبعا كده بيجهز، ما دام اداني علامه خضراء يبقى انا ما عنديش غلطه في اي حاجه. اعمل كرييت كده يبقى انا انشات الجدولين بتوعي، جدول اكاديميك يير وجدول الاستودنت. في مشكله الكلام ده؟ طيب ده كده جدول الاستودنت اهو، لما ادخل على اس كيو ال ده كود بتاعه بيوريك بس للمنظر، يعني انا مش محتاج كود ده في حاجه. انا كده كده اصلا الكلام اللي انا عملته بدل الكود ده، يعني بدل ما اقعد اكتب الاكواد انا عملت الكلام ده. طيب ده كده كان طريقه انشاء قاعده بيانات على برنامج اوراكل اكسبريس.